ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ ناصر دعقين، وكيل محافظة حجة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ناصر، نريد أن نفهم في البداية، ولعل المشاهد يتساءل حقيقة، يعني المنطقة طبعا محررة، فكيف هذا الكساد للمحاصيل الزراعية في شمال محافظة حجة، مع أن هذه المناطق محررة، يعني أن هناك منافذ أو مجال لتسويقها؟ أولاً يا عزيزي، دعني أطرح أضع للمشاهد الوضع الحالي في مديرية حيران وحرض وعبس وميدي. هذه المناطق تم تحريرها من قبل ميليشيا الحوثي، وأصبحت هناك مشكلة يعاني منها المزارعين في قضية منتجاتهم الزراعية. طبعاً ميليشيا الحوثية، الخط الدولي الرابط من هذه المناطق المحررة إلى محافظة الحديدة، منعت أي مواطنين تسويق منتجاتهم الزراعية إلى الداخل اليمني. كما تعلم أن المنفذ، منفذ الحرب، لا زالت هناك مشاكل أمنية ومشاكل الحرب الدائرة الآن ما بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي. المزارعين منتجاتهم الزراعية تضررت كثيرا بسبب عدم وجود سوق لتسويق هذه المنتجات الزراعية، مما أثر على المزارعين في زراعة محاصيلهم والإنتاج السليم لهذه للمزارعين. نعم، يعني الميليشيات الحوثية تسيطر على الطريق الدولي الرابط ما بين هذه المناطق والحديدة الذي يربط المملكة العربية والسعودية. نعم، ولكن الحمد لله هناك محاولة إن شاء الله قامت بها السلطة المحلية بالتواصل مع الأخوة الأشقاء في بحث وسائل بطريقة تلائم، لأننا نفتقد إلى المنفذ الدولي الذي فيه يعني لديه المعايير الدولية في المنافذ الذي تلتزم بالمقاييس وهيئة الغذاء وهيئة الدواء، على أساس أن تكون هناك الاستيراد والتصدير يكون سليم وطبق المواصفات التجارية المعمول بها عالميا. هناك محاولة إن شاء الله، وقد تم الموافقة من قبل الأشقاء بدراسة الموضوع وتحمل هذه المسؤولية بمحاولة إرسال متعهد أو للسماح للمزارعين بنقل هذه المنتجات الزراعية عن طريق البحر. وأيضا لا زال كما تعلم البحر لدينا مشاكل قضية الألقام البحرية، والذي في تازرة الريش الحوثي في السواحل البحرية الذي في الحديدة توزع وترسل هذه الألقام البحرية، مما تؤدي إلى خوف على سلامة المواطنين والعابرين في هذه المياه. طيب، بحاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى سيتم معالجة هذا الموضوع إذا نجحنا إن شاء الله عن طريق المياه ونقلها إلى ميناء جيزان، فإن شاء الله سيتم المعالجة قريبا حتى يتم تحرير حرض ومساحة كبيرة لتأمينها. سيتم دخول هذه المحاصيل الزراعية عن طريق المنفذ، عن طريق عبر ميدي إلى جيزان بإذن الله. نعم، بإذن الله. الموضوع بحاجة إلى يعني إلى حلول عاجلة. طبعا الشيخ ناصر، من المعروف أن المنتجات أو المحاصيل الزراعية اليمنية من أجود المحاصيل، وأن الأسواق من حولنا سواء في المملكة أو في الكويت أو دول الخليج عامة هي بحاجة إلى هذه المنتجات والمحاصيل الزراعية، وهم كذلك يعني نجد في المملكة في دول خليجية أخرى منتجات زراعية من العديد من الدول، فالحق أن تكون المحاصيل الزراعية والمنتجات الزراعية اليمنية متواجدة في هذه الأسواق، وهي ذات جودة عالية. طبعا أخي العزيز، لا نخفي خاصة محافظة حجة وعلى وجه الخصوص المناطق التهامية، الأراضي الزراعية هي كانت غنية بزراعة المانجو والخضروات كالفواكه وغيرها، وأيضا زراعة الحبوب الذرة والدخن والسمسم، وكان أغلب هذه المنتجات يتم تصديرها للسوق المحلية في اليمن، وأغلب هاي سيتم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة. نعم. طيب، في هذه اللحظة أسمعني، أن هناك إشكالية أيضا. المزارعين عندما رأى تكتس المواد المنتجات الزراعية بدون بيع، تضررت الكمية
وتكدست ولا بيع، وحتى بدأ المواطن أو المزارع يوقف محاصيل الدلغة. نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى التواصل ما بين القيادة اليمنية الحكومة المحترمة الحكومة الشرعية والأخوة الأشقاء لدراسة الموضوع والسماح للمواطنين لزراعة الأراضي الزراعية ليتم تأمين هذه المنتجات وبيعها وتسويقها في لدى الأخوة الأشقاء. لم أفهم السماح للمواطنين، كيف السماح للمواطنين بزراعته؟ المزارع الآن توقف عن الزراعة بسبب منتجاته الزراعية لم تسطر أو تباع أو في الأسواق المحلية أو الخارجية، والآن التسطير لابد من التنسيق من البائع والمشتري، صحيح، بحيث أن المزارع يقوم بزراعة محاصيله الزراعية ويقول لديه سوق، وإذا الدين المتعهد الآن في وضعها الحالي هي الكمية لازالت محدودة قليلة، لكن سيكون هناك التنسيق بين المزارعين وبين المتعهد، وإن شاء الله سيكون هناك يعني المزارعين يقوموا بزراعة أراضيهم الزراعية وبيع يعني منتجاتهم الزراعية عن طريق، صحيح. تقصد نعم تقصد أنه ضمان وجود سوق أو يعني اتدان يجعل المزارع يزرع ويعني يكون عنده ضمان أو آمن نوعا ما بأن منتجاته التي سوف ينتجها والمحصول سوف تذهب إلى أو تسوق بشكل صحيح. ولد يعني عنده سوق مشتري بحيث يعني يبيع منتجاته الزراعية بسهولة ويسر، صحيح، ويحافظ على يعني تكاليف الزراعة ويستطيع أن يكون هناك ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع على المواطنين. نعم. طيب حاليا المزارع كيف تصف لنا وضع المزارعين حاليا في 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 حجة والمناطق التي ذكرتها خصوصا؟ والله يا أخي شوف، لديهم بالنسبة للمزارعين لديهم مهارة كانت قوية وجميلة في زراعة محاصيلهم الزراعية، لكن وضعهم الآن وضع سيء للغاية، لأنه أغلب منتجاتنا الزراعية في سهول تهامة تباع في الأسواق في المحافظات اليمنية، أغلبها مثل الحبوب والسمسم والذرة وأغلب المحاصيل، وعندك أيضا قضية المواشي والمنتجات الزراعية كالفواكه المنشو والموز وغيرها. الآن هذه الأسواق ما يمنع المواطنين من دخولها إلى داخل الحديدة أو نقلها إلى المحافظات اليمنية، يمنع من قبل الحوثيين. من قبل الحوثيين، نعم. طيب في مبرر لمنع نحن ناشدنا حتى الهلال الأحمر الدولي بفتح ممر آمن للسماح، سواء فيما يخص المزارعين أو فيما يخص أيضا القضايا الإنسانية، نعم، والتعامل الإنساني، لأن الخط يفصل بيني أنا والحديدة حوالي 50 كيلو، نعم، الطريق الاسفلت الدولي، نعم، هذا مركز مديرية حيران وعندي عبس. طيب المانع للمتصدر لتصدير هذه المواد او دخول المنتجات الزراعيه ذهابا وايابا او حتى على مستوى دخول الجانب الانساني والمساعده الانسانيه سواء في مجال الصحه التغذيه، ما منع من عنبات، ولا زلنا نناشد هذه المنظمات الدوليه وحتى على مستوى الامم المتحده بفتح هذه الممر اسوه بفتح هذه المنافذ مثل ما البيضاء وكذلك بقية المحافظة الحديدة ونقلها إلى صنعاء. نعم. طيب أين الأمم المتحدة وهي متواجدة في الحديدة من هذا الجانب كله؟ هل رفعتم ذلك أو هذه الشكوى إلى الحكومة اليمنية وإلى منظمة دولية لإيجاد الحلول العاجلة لها حتى من جانب إنساني كما ذكرت قبل قليل؟ قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قدمت مذكرات الى رئاسه مجلس الوزراء الى الاشقاء والى الجهات الدوليه وحتى المنظمات الدوليه وحتى عبر السفراء ايضا. نعم. ناشدنا بتحمل مسؤوليه الامم المتحده مثل ما يعني لديها مشاكل في قضيه الانسانيه وقضيه حقوق الانسان والقضايا الانسانيه في بقيه المناطق اليمنيه، لا بد ان تهتم، لدينا شعب، لدينا مواطنين، لدينا مزارعين يحتاجوا الى هذه المساعدات سواء في منتجاتهم الزراعيه او في محلاتهم واسواقهم التسويق او في مجالهم الاغاثه الانسانيه وغيرها في مجال الصحي والمجال التعليمي. نعم. نامل الشيخ ناصر ان تلقى هذه الدعوات استجابه من كل الاطراف.
الشيخ ناصر دعقين وكيل محافظة حجة، شكرا جزيلا لك.